نرجع بالسنوات شوية، وكنت الكاتب والروائي طارق إمام كان يتكلم عن ألف ليلة وليلة وعن تأثره بيها، وإنه بيقول أو أنت بتقول إنه ليه نروح بعيد ما دام في عندنا ألف ليلة وليلة وهي منبع للخيال والفانتازيا وحاجات كتيرة جدا. كانت في تنويعات على هذا العمل التراثي الكبير، تنويعات إذاعية وغيرها، لكن إزاي تأثر بيها طارق إمام؟ أنا تأثرت بألف ليلة وليلة جدا جدا جدا، لأنه ألف ليلة وليلة دي عاشت معايا في حياتي زي ما تكون صاحبي. يعني وأنا طفل قريت ألف ليلة وليلة الملخصة، كبرت شوية قريت ألف ليلة وليلة المبسطة اللي هي أكبر شوية لكن سيمبليفايد شوية، كبرت شوية قريت ألف ليلة وليلة اللي بجد. وأنا بشوف أنه ألف ليلة وليلة هي العمود اللي بيستند إليه الأدب العربي، كلنا مسنودين ليه. ألف ليلة وليلة فيها درس عظيم جدا بالنسبة لي، مش بس درس الخيال، درس أنه أعظم كتاب في السرد العربي هو كتاب بلا مؤلف. إنكار ذات الكاتب، أنه طوال الوقت نحن نعرف العنوان ولا نعرف المؤلف. وأنا دايما أقول أنه وجه الكاتب هو نصه، الكاتب مش هيمشي في شارع الناس تعرفه زي الممثل أو المطرب أو أو أو، أمال إيه الكاتب؟ الكاتب هو نصه. ألف ليلة وليلة هي هذا الدرس العظيم، أنا تأثرت بيها، كتبت مدينة الحوائط اللانهائية. أيوة. وهي كتاب قصصي متأثر بألف ليلة وليلة. كتبت رواية اسمها طعم النوم، بطلتها شهرزاد تقتل الرجال في عكس للآية بتاعت شهرزاد اللي كانت مهددة بالقتل. صحيح. من الرجل. في مكتبة القاهرة عملت ده. يعني أعتقد أن ألف ليلة وليلة بتتخلل أعمالي أو أغلب أعمالي، لأنه كمان ألف ليلة وليلة فيها شيء عظيم جدا. أيوة. أنه الخيال فيها مش خيال في المطلق، الخيال فيها طول الوقت بيقول مغزى سياسي وبيقول صحيح. مغزى ثقافي صحيح. وبيقول مغزى اجتماعي، إسقاطات كتير، إسقاطات كتير جدا صحيح. جدا جدا. وده اللي خلاها النهاردة كتاب يقرأ اليوم. ليه ألف ليلة وليلة بتتقري النهاردة مع أن في كتب كتيرة في التراث لم نعد نستطيع أن نقرأها؟ صحيح. أولا لأن هي كانت عملت ثورة في اللغة، لغة مقروءة صحيح. حتى اليوم. ثانيا لأنها طول الوقت حية في علاقتها بالإنسان، بأسئلة الإنسان. في كتب تانية سؤال الإنسان من 300-400 سنة، لما أنت تشوف الموضوع تقول أنا ماليش دعوة بالإنسان ده، لا، هي سؤال الإنسان النهاردة وكل أسئلته في علاقته بالوجود وبالحياة وبالواقع وبالمجتمع. فألف ليلة طبعاً الشيء بقى الأصعب من ده، أن أنت تيجي تقرأ ماركيز يقولك لو ما قرأتش ألف ليلة وليلة ما كنتش كتبت، تيجي تقرأ كويلو يقولك لو ما قرأتش ألف ليلة وليلة كلهم تأثروا بيها وكلهم قرأوها. طيب ما هي دي بضاعتنا وردت إلينا. صحيح. لابد أن احنا ننظر، وده شيء مهم جدا. التراث، تراثك هو مش شيء في الماضي، تراثك في الحقيقة هو حاضرك. لو أنت انفصلت عنه أو انفصمت عنه أو ما رجعتش تشوفه بعين جديدة، فأنت لن يكون عندك هذا الحاضر. والعظيم نجيب محفوظ التفت لألف ليلة وليلة قبلنا في ليالي ألف ليلة وفي العديد من الأعمال. فأنا دايما بقول ده، تراثك، عينك على التراث هي في الحقيقة العين التي ستمكنك من النظر للحاضر على كل المستويات. جميل.